هلا عندنا تاو انديوس. هلا اخذنا تاو انديوس بير واير بنفس الطريقه كنا نقول انه بيساوي كماجنتيود كان يساوي عندي الفيلوسيتي. كيف نحط الفيلوسيتي؟ نحطها عفوا تاو انديوس كان عندي اي الكرنت في بي في ال مضبوط، كان يعتمد على الكرنت وبي وال. هلا عندي هون راح اضرب نفس الشيء، راح احط اي بي في ال، راح اضرب في 2 باي واقسم على 2 باي، راح اضرب في بي واقسم على داو. صحيح، فلازم اضرب في ار، احسنت اوكي مضبوط، فلازم اضرب في ار من هون، عندي هذه في ار، فكانت عندي اف اي بي في ال واثنين. ايش عملنا بالاثنين؟ ولا هذا واير واحد؟ هذا واير واحد مضبوط. فصار عندي هلا ار، بعدين عندي هون هلا هاي راح تصير 2 باي ار في ال على بي، 2 باي ار في ال على بي، راح يضل عندي هون بي، راح يضل عندي اي، وايش راح يطلع برا كمان؟ بي على 2 باي، هيك مضبوطة 2 باي مع 2 باي، بي مع بي، وظلت ار ال اي في بي. راح يصير عندي 2 باي ار ال على بي راح تعطيني اي بي، اي بي في بي راح تعطيني فاي واي، وهي راح تصير 2 على باي، راح يصير عندي الان تاو انديوست توتال راح تصير زد على اي في بي على 2 باي في اي في فاي، وتساوي زد بي على 2 باي اي في اي في فاي من هون، وهذا تساوي كي اي. لاحظ واضح انه الكي هي نفس الكي، بس راح افرجيكم على طريقه ثانيه كيف نثبت انه الكي هي نفس الكي. كي اللي بتطلع لي الاي انديوست هي نفس الكي تبعت تاو انديوست. اوكي؟